مسؤول طبعا الاداريين، يعني الوضع الاداري مزري جدا في السودان. انا بحمل الاداره على كل المستويات في السودان مسؤوليه اي حاجه، ما الكوره بس، يعني ما عندنا نظره اداريه، ما عندنا ترتيب. لو جينا تكلمنا في الجزئيه اللي مزعله الناس في حقه البث التلفزيوني، انا عندي راي اصلا في شكليه التعاقد مع الشركه ذاته. والشركه ذاته يعني ما شفنا مؤتمر صحفي واضح يعني ظهر لنا كيفيه التعاقد وتفاصيل التعاقد وآلية التعاقد ذاته، وليه بس الشركة دي، ليه ما طرحت يعني زي ما بقولوا حاجة كده زي مناقصة ونشوف أكثر من شركة وبيقدموا شنو والفوائد شنو. تيجي تلقى في بداية الدوري إنه تفاجأ بخبر إنه 3 أسابيع لن ينقل الدوري بدون حساب. أنا أعتقد إنه في العقود دي فيها حتة قانونية، فيها شروط جزائية، فيها يعني باختصار شديد، انا ما عايز اخش في تفاصيل، بس داير اقول انه في مشكله اداريه حتتواصل وحتتواصل لسه وحتتواصل. وقلنا يعني طرحنا راي، وعارفين انه الراي يعني بعيد جدا انه يصل للاتحاد السوداني ويصل للمسؤولين عن الرياضه، انه ما جدوى الدوري السوداني يعني في الايام دي. يعني انت اذا عندك كان مشاركه منتخب وعندك مشاركه هلال ومريخ، خلاص اقفل نفسك على ديل وابدا دوري، ابدا رياضه سودانيه كامله مبرمجة بروزنامة صحيحة مع كل العالم. أبدأ من شهر 8 يعني جدول إنك حتبدأ الدوري حسا، عشان يعني حنصل لشنو يعني بالطريقة اللي أنت بدأت بيها، بالترتيبات اللي أنت عملتها. حملت الفكر بتاع الأندية ذاته طاقات خارجة عن الصندوق، يعني أنت عملت 4 مجموعات غريبة، بتلقى يعني زول في بلد بعيدة جدا وخاتيه في مدينة تانية بعيدة جدا. في آلية بتاعت لو عملت مسح للمجموعات، في ظلم لبعض الفرق، ده كله انت هتعالجه كيف؟ يعني ما خلاص انت بتعمل سياسة الأمر الواقع بدون دراسة. إذا النتائج لازم تكون كده، ولسه احنا بالمناسبة في البداية وحنشوف أكثر من كده يعني.